احترام الإجراءات الوقائية من طرف المواطن بعد توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية هو ما دعا إليه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي لتجنب عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أجدد باسم رسالة المسجد باسم خطاب الإمام باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المواطنون كل التدابير الوقائية خاصة بعد هذا الفتح والتوسعة في الإجراءات التي تمكن المواطن من أن يقوت أهله وأن يقوت عياله، حذاري التساهل، حذاري التساهل لأنه يمكن أن نرجع القهقرة ونعود يعني إلى حسابات لا قدر الله ليست في صالحنا جميعا، أريد من خلالكم أن ندعو الناس باسم هذا الخطاب الديني في شهر رمضان المبارك الذي نستمع فيه الى خطاب القران وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ان نحترم هذه الاجراءات الوقائيه. تراجع حالات الاصابه بفيروس كورونا في الجزائر لا يعني انه تم التحكم فيه نهائيا، فالطوابير التي نشاهدها في الايام الاخيره وعدم احترام شروط الوقايه قد يؤدي الى تازم الاوضاع من جديد. انكور اون فوا ميساج للشعب الجزائري. رانا 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 شويه نقولوا نقولوا في التحسن مي رانا نشوفوا في هذه السمنة هذه اللي جازت نقولوا مع بدايه رمضان راهو كاين تراخي تراخي كبير الناس ولا تخرج اه يديروا لاشين على الـ على الـ على المواد الغذائيه وكلش هذه ما كاش منها هذه باسكو سي يفو سافوار اون شوز تري تري امبورطون حاجه حاجه خطيره جدا يقدر الفيروس هذا يعاود يعاود يولي ونولوا في حاجات واحد اخرين اللي ما راناش نستناو فيها هذا ما كان فتح المحلات وتوسيع النشاط التجاري قرار جاء لاعاده انعاش الاقتصاد ولو بالشيء القليل ولا يعني ان يخرج المواطن بدون سبب